ايه اللي بيحصل؟ الدنيا مكهربة ولا الدنيا دلوقتي هادية؟ انت بتحب الكهرباء ولا بتحب الهدوء؟ لا الدنيا مكهربة طبعا. انت عايزها مكهربة وهتفضل مكهربة ليه يا بس؟ كابتن. ما حلوة اهي. ما هو طول ما احنا عندنا مشكلة تتعلق باللوائح وان المسؤول يتعامل كمسؤول، هيفضل عندنا نفس الوضع ده ونفس المشاكل القديمة الحديثة. يعني المشاكل بتطفو على السطح، يبدو للناس ان هي جديدة، ولكن في الحقيقة هي مش مشكلة جديدة ولا حاجة. يعني بما ان حضرتك بتستدعي كهرباء، يعني لو حضرتك تسمح ايوه لي، طبعا أزمة هي قديمة، ولكن اللي يشوفها محتاج يقف كتير جدا عند دولاب العمل الإداري للاتحاد المصري لكرة القدم. اللي أنا بشوف إن حاجات كتيرة جدا بتتطور في المنظومة، الناس عايزة تطلع لقدام، الناس عايزة الرياضة المصرية تبقى بشكل يليق باسم مصر، ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم عليه علامات استفهام، عليه بعض الأمور اللي أنت مش قادر تفهمها. لما تسمع محامي اللاعب بيتكلم عن فكرة إن اللاعب عقده زي كهربا في 2017 بيمضي عليه ثم يتوثق بعدها بسنة وأربع شهور، هنا المشكلة يا كابتن شوبير، هنا الخلل، هنا عدم الثقة في الناس اللي في موضع مسؤولية. هنا تبدأ تقول كم لاعب بيتعرض لظلم. كهربا مظلوم في القصة دي؟ كهربا ربما يكون خطأه الوحيد ان هو مضى على بياض في حتة او في شكل ما كانش مفترض يعمل فيه كده، لان كهربا راح عقده اتوثق بعدها. الاتحاد الدولي لما رجع وسأل الاتحاد المصري عن اجراءاته الداخلية، وحضرتك طبعا يعني استاذنا وعارف ده شأن بيرجع فيه الاتحاد الاهلي او الاتحاد المحلي، هو اللي بيرد عليه، فقال له الاجراءات سليمة. ولكن ما حدث مع كهربا هي فكرة الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، والولد راح ضحية لده. وأنا سمعت حضرتك في المقدمة طبعا وشهادة للتاريخ، وأنا بقول إن الكهرباء ربما لم ينصفه الاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن الأيام قادرة تنصفه في إيه يا كابتن؟ في إن إحنا شفنا الأشخاص اللي كانوا مسؤولين إزاي كلامهم في المطلق يدل إن هم فعلا لم يتحلوا بالمسؤولية خلال أمانة، وهي إدارة كرة القدم المصرية. يا ريتني ما كنت قلت لك كهرباء، مسك في كهرباء وسخن الدنيا على كهرباء. جميل.